اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اتفاقية الاختياري الإلزامي أو Facultative Obligatory Treaty وما هي مميزاتها وعيوبها وكيف يمكن استخدامها. النهاردة هنكمل الموضوع ونتكلم عن الشروط التي يمكن وضعها لإمكانية ترتيب هذه الاتفاقية في سوق يتسم بالتشدد. أهلا بكم أعزائي على قناتنا تأمين جورو، ومعاكم نادية صالح، ويلا نبتدي الحلقة. هل هذه الاتفاقية بتعتبر اتفاقية جذابة ومرغوب فيها لمعيد التأمين؟ الإجابة لا، لأن اتفاقية إعادة التأمين الاختياري الإلزامي بتكون فيها اختيار سيء ضد معيدي التأمين، فقد تختار شركة التأمين إسناد أخطار رديئة أو ذات خطورة عالية وقيم مرتفعة إلى هذه الاتفاقية، وتحتفظ لنفسها بالأخطار الجيدة مع الاتفاقيات الأساسية، أو إنها تسند عدد قليل من الأخطار، وبالتالي لا يتحقق القسط المرغوب فيه لهذه الاتفاقية. وفي الحالة دي بتكون هذه الاتفاقية غير متوازنة، أو محفظة الأعمال المغطاة بهذه الاتفاقية بتكون غير متوازنة. وإحنا شرحنا قبل كده يعني إيه توازن الاتفاقية. توازن الاتفاقية النسبية معناها مبلغ الخسارة التي يمكن أن تتحملها الاتفاقية خلال العام وتحقق بعدها أرباح، بمعنى إن العلاقة بين الطاقة الاستيعابية لكل خطر في الاتفاقية أو الكاباسيتي والأقساط المحققة للاتفاقية بتكون علاقة متوازنة أو علاقة مربحة لشركة التأمين. وطبعا بنقصد هنا الأقساط المحققة الصافية بعد الخصومات. فإذا كانت الكاباسيتي مثلا للخطر الواحد مليون دولار، وكانت الأقساط الصافية 5 مليون دولار، معنى ده ان الاتفاقية تستطيع تحمل 5 مرات خسارة كلية للخطر الواحد خلال العام. لكن اذا كان العكس وكانت الاقساط 1 مليون دولار وكانت الكاباسيتي 5 مليون دولار، معناها ان الاتفاقية هتحتاج 5 سنوات لتعويض خسارة كلية واحدة لخطر واحد. وبالتالي كلما زادت نسبة الأقساط الصافية مقارنة بالكاباسيتي كلما زاد توازن الاتفاقية. ولذلك دائما يشعر معيد التأمين بأن هذه الاتفاقية قد تكون غير متوازنة بالنسبة لهم. إذا كان معيدي التأمين مشترك أساساً في الاتفاقيات الأساسية للشركة، وتتبع هذه الشركة نفس طريقة الإسناد لاتفاقية الفاك.أوبليج، وكمان في عدد من الإجراءات والشروط التي يمكن أن يضعها معيدي التأمين لكي يحمي هذه الاتفاقية. من ضمن هذه الشروط ممكن يجعل هذه الاتفاقية تغطي الأخطار الجيدة فقط أو First Class Risk، ويتم استثناء باقي الأخطار. ممكن كمان أنهم يضعوا شرط خاص بديكلاريشن، أن شركة التأمين ترسل ديكلاريشن ربع سنوي أو شهري بكل الأخطار التي تم إسنادها إلى الاتفاقية. والديكلاريشن بيسمح لشركة إعادة التأمين إنها تقيم محفظة الأخطار التي تم إسنادها إلى الاتفاقية وجودة هذه الأخطار. كمان يقدر معيدي التأمين إنه ينص على إن الشركة لابد أن تحتفظ بنسبة معينة من الخطر الذي يتم إسناده إلى الاتفاقية، كأن تحتفظ الشركة بنسبة 25% أو 20% بالإضافة إلى احتفاظها من نفس الخطر في الاتفاقيات
الأساسية، وهذا الاحتفاظ لابد من وجوده قبل بداية الإسناد إلى هذه الاتفاقية. كمان يقدر معيدي التأمين إنهم يحطوا شرط لوس كوريدور أو اشتراك الشركة المسندة بنسبة معينة من الخسائر التي يمكن أن يتحملها معيدي التأمين في اتفاقية الفاك أوبليج، وبالتالي يضمن أن شركة التأمين هتكون حريصة على إسناد الأخطار بطريقة عادلة إلى اتفاقية الفاك أوبليج، وده هيساعدها على أنها تجدد هذه الاتفاقية. طبعا من شروط هذه الاتفاقية وكيفية عملها بيتضح أنه من الصعب جدا ترتيب هذه الاتفاقية في الأسواق التي تتسم بالتشدد، وخصوصا في السنوات الحالية. وعلشان كده دلوقتي بنشوف اتفاقية على أساس تجاوز الخسارة بتحل محل هذه الاتفاقية، وتكون لشركة التأمين ديدكتبل معين أو مبلغ معين من الخسارة يمكن أن تتحمله عندما تتعرض هذه الاتفاقية إلى الخسائر. أعزائي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان توصل لزملاء آخرين، وكمان تشتركوا معانا في القناة لو لسه مشتركتوش معانا. وإلى لقاء جديد إن شاء الله، مع السلامة.